بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل أطيعوا الله والرسول فإن